بإسنادكم إلى الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه جزء في عمل اليوم والليلة، قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فقد انتقيت في هذا الجزء 20 حديثا من صحاح الأحاديث وحسانها فيما يقول المكلف في يومه وليلته، نفع الله تعالى به قارئها وكاتبها ومن سمعها بمنه وكرمه، آمين. الحديث الأول عن شداد بن أوس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. إذا قالها حين يمسي فمات دخل الجنة، وإذا قالها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة. أخرجه البخاري. قوله أبوء بفتح الهمزة وضم الباء الموحدة بعد الهمزة معناه أعترف. الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يمسي 3 مرات: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم تضره حمة أو حمة تلك الليلة. أخرجه الترمذي وأصله في صحيح مسلم. قوله حمة بضم الحاء المهملة وتخفيف الميم بعدها هاء التأنيث، السم، وقيل حدته. قال بعض رواة هذا الحديث في الترمذي: كان أهلنا يقولون ذلك فلدغ جارية منهم فلم تجد لذلك وجعا. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات فيضره شيء. أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن، وصححه ابن حبان. الحديث الثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. أخرجه الحاكم في صحيحه وأصله في صحيح مسلم. الحديث الرابع عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمداً عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه من النار، ومن قالها 2 مرات أعتق الله نصفه من النار، ومن قالها 3 أعتق الله 3/4 من النار، فإن قالها 4 أعتقه الله من النار. رواه أبو داود واللفظ له والترمذي والنسائي، وزاد بعد قوله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. الحديث الخامس عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها، ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وإذا أصبح قال ذلك: أصبحنا وأصبح الملك لله. أخرجه مسلم. الحديث السادس عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أصبح يقول: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور، وإذا أمسى قال مثله ولكن في آخره: وإليك المصير. أخرجه أبو عوانة في صحيحه والترمذي وقال حسن. الحديث السابع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: قال يا رسول الله: مر لي بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت.
قال: قل: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من نفسي وشر الشيطان وشركه أو شركه. قال: قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. أخرجه أبو داود واللفظ له والترمذي والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم. قوله وشركه بكسر الشين المعجمة وسكون الراء، وقيل بفتحهما أي مصائده. الحديث الثامن عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هذه الدعوات حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. أخرجه أبو داود واللفظ له والنسائي وصححه الحاكم وابن حبان. الحديث التاسع عن عبد الله بن غنام رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح: اللهم ما أصبح بي من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر، ومن قال مثل ذلك حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. رواه أبو داود واللفظ له والنسائي. الحديث العاشر عن عبد الرحمن بن أبي بكرة رضي الله عنه أنه قال لأبيه: إني أسمعك تدعو كل غداة: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. تقولها ثلاثا حين تصبح وثلاثا حين تمسي. فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهن، فأنا أحب أن أستن بسنته. أخرجه أبو داود واللفظ له والنسائي. الحديث الحادي عشر عن رجل خدم النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال إذا أصبح وإذا أمسى رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، كان حقا على الله أن يرضيه. أخرجه أبو داود واللفظ له والترمذي والنسائي وصححه الحاكم. الحديث الثاني عشر عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإن قالها إذا أمسى كان له مثل ذلك حتى يصبح. أخرجه أبو داود واللفظ له والنسائي وابن ماجه. الحديث الثالث عشر وعن بعض بنات النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبحان الله وبحمده، لا قوة إلا بالله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، من قالهن حين يصبح حفظ حتى يمسي، ومن قالهن حين يمسي حفظ حتى يصبح. أخرجه أبو داود واللفظ له والنسائي. الحديث الرابع عشر عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، يخرج الحي من الميت إلى قوله: وكذلك تخرجون، أدرك ما فاته في يومه ذلك، ومن قالهن حين يمسي أدرك ما فاته في ليلته. أخرجه أبو داود. الحديث الخامس عشر عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة: تقولين إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله،
ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، أخرجه النسائي وصححه الحاكم. الحديث 16 عن عبد الرحمن بن أبزة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. رواه النسائي بسند صحيح. الحديث 17 عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ الآيتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه. متفق عليه. الحديث 18 عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ 10 آيات في ليلة لم يكتب من الغافلين. أخرجه الدارمي وصححه الحاكم. الحديث 19 عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ 100 آية في ليلة كتب من القانتين. أخرجه الدارمي وصححه الحاكم. الحديث 20 عن جندب بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ ياسين في ليلة ابتغاء وجه الله غفر له. أخرجه ابن حبان في صحيحه آخر الجزء والحمد لله وحده.